حظوظنا وابراجنا وتوقعات الفلك مع مدام نجلاء اباني. صباح الخير يا مدام. صباحك يسعد صباحك يا نجلاء. صباح الخير يا نور. صباح الخير للجميع، ضلوا بخير وايامكم دائما سعيده. اليوم 20 شباط فبراير، تمنياتي للجميع بالخير. طبعا دخلت الشمس الى برج الحوت، مواليد اليوم يعتبروا من مواليد برج الحوت، ما راح اعتبرهم على الحافه لانه من 18 هي بتدخل على برج الحوت، لذلك هن صار لهم يومين فخلص، صار اليوم مواليد اليوم حوت. عطارد كوكب السفر الأوراق المستندات ما زال يتقدم في برج الدلو، المريخ للطاقة للحماس الأميل للنزاعات من العقل، المريخ يتقدم في برج الجدي، والزهرة للمحبة للارتباط للعلاقات للأقرباء كمان في برج الجدي. هلا أغلبنا قريبين من العائلة عموما، يعني هي الفترات فترات عائلة تعتبر محبة للعائلة مصالحات عائلية، بس مواليد برج الحمل مواليد برج السرطان الميزان وشوي الدلو شوي صغيرة لازم ينتبهوا على أمورهم الصحية. أول أخباري لعزيزنا مولود برج الحمل اللي اليوم بالذات لا تغلق أبواب مفتوحة، يوم حاول تترك المجال لصلح أو تترك المشاكل جانباً. ما بعرف الأمور شوي عم تتراجع، عم تبدأ شوي بالتباطؤ، أمور العلاقة بتأجيل بتأخير، كن منتبهاً لأسرارك باعتبار الحمل أخصائي إنه هو يضل يحكي بأسراره يعني لكل الناس ما عنده مشاكل. اليوم بالذات لا تضخم أمورك الصغيرة، لست في اليوم الأفضل، استنانا لبكرة. عموماً مولود برج الثور لا الأمور بالنسبة له إيجابية وجيدة، عنده 100,000 قصة شغلته ومزاجه مو كتير يعني جاهز لإنهاء الأعمال المتراكمة، أعماله كتيرة واليوم ما فاضي فعلا، وفي عنده كأنه قصة صحية تراثه مشلوش. أحيانا بيجينا هيك أيام في 100 فكرة براسنا ما عرفاني منين بدنا نبلش منين بدنا نكمل شو نعمل شو نسوي، هو أفضل شيء إنه نحن نعمل تنظيم لأولوياتنا، نقول هاي القصة يعني لازم نبلش فيها نختم بكذا، يعني قدر المستطاع وانتبه شوي على أمورك الصحية. مولود برج الجوزاء اليوم للسفر للعلاقات لاستسهال الحياة، لا تحصل يمكن على ترقية أو تناقش بأشياء مهمة أو لا يكون عندك نوع من أنواع الجديد، أو في إيجابيات بوضعك المهني، أحباء أصدقاء ربما تسليك الأمور الاجتماعية اليوم مولود الجوزاء. مولود برج السرطان اليوم الأمور بالنسبة لك ضمن إطار الإيجابي، ولو أنه بين مبارح واليوم ما كتير مرتاح. ما بعرف إذا أنت اليوم عم بتميل لفرض آرائك ولا عم تنظلم بشي قضية ولا عم بتخاف على شي أنت بنيته، ولا في عندك قصص العلاقة بأنه لازم تتحمل أصدقائك أو أهلك. يعني أنا بقول اليوم حاول تحتفظ بحظوظك، ما تعاند بشكل مفاجئ، وحاول أنه يعني تنتبه من بعض المشاكل. برج الأسد اليوم حركة نشاط، علاقات عامة أصدقاء أهل يمكن ناس هو بيحبهم، أحد الأيام اللي اليوم في حركة مستمرة وانقلابات ممكن تكون مفاجئة وإيجابية، يعني باتصال بتليفون بحظ سعيد بلقاء ممكن يكون إيجابي، محيطك يمنحك اليوم متعة وأفراح. تبدو سوء ابتسامة مشرقة اليوم مولود برج الأسد. مولود العذراء غالباً عم تناقش ببعض الأمور المالية، وحاول تسأل أهل الحكمة، يوم لا يعتبر كتير كتير أفضل مالياً، لا تتهاون بحقك المالي أكيد وابتعد عن الإسراف. على كل اليوم يوم فيه صرف أو فيه نقاش أو فيه قصص العلاقة بمكاسب، بس يعني عم بيطلع عندك مصاريف إضافية. ميزان اليوم القمر ببرجه مما عم بيخلي الأمور لأله إيجابية، يمكن عم بيعطي وقت أطول للناس الحواليه، يمكن في عنده نوع من أنواع التغييرات بالعمل بالأمور الشخصية، يمكن عنده قصة إيجابية مفرحة. قدرتك على الإقناع اليوم جيدة جداً مولود برج الميزان، واليوم الناس عم ترغب تتقرب منك، يوم يعتبر جيد. صحة يا مدام، صحتين طبعاً. صحة نجدة. هلأ لحتى صحة. عرفت أنا سبب فورة الدم مبارح تبع برج العذراء، كان القمر بالعذراء؟ طبعاً. أوكي، مدام نجلة أباني بتقول بس يكون القمر ببرج معين ديروا بالكم من فورة الدم،
اوكي بتنفرج اموركم، بس ديروا بالكم من فورة خمس دقائق. خمس دقائق والله هي الخمس دقائق بتخرب الدنيا. مولود برج العقرب اليوم الامور بالنسبه له العلاقه بالاذى، هو هيك عم يعتبر انه في اذى له، يمكن بكلمه بتصرف بنوع من انواع الاحساس بالكرامه، ما بعرف. اليوم في تسرع على كل عند مولود برج العقرب سواء بالقول او بالفعل، وفي شيء كانه عم بيقلل من نجاحك، ربما نزق مولود برج العقرب. بكره داخل القمر على برجك، فاستنانا بس لبكره او حتى المساء اذا بدك امورك افضل بكثير. القوس يوم اجتماعي بامتياز، الفتره ممتازه لتتعرف على اصدقاء جدد، لتنطلق باتجاه علاقات جديده، ليكون عندك رغبه بترتيب امورك خاصه اجتماعيا، تفكر بجديد، تشعر انك محبوب عموما، لقاءات مثمره، ربما انت مركز اهتمام المحيط مولود برج القوس. الجدي اذا بتسالوني بين 12 برج الحياه الجدي اليوم اكثرنا تعبا، اكثر حدا مضغوط من الاخرين سواء بنصائح او بخناق او بقصص العلاقه بظلم او اتهام او نوع من انواع اللوم، او هو ضايق خلقه معصب مو متحمل حدا. يعني مع انه انا بنصحك انه انت ما تنتقد كل شيء بيحصل اليوم، اليوم الجدي شايف الامور سلبيه وجاهز لانتقاد الاخرين وبسرعه. بكره احسن بكثير. مولود برج الدلو اليوم الامور لك جيده، انت متمالك لاعصابك وهدوءك، والناس حواليك عم يدعموا ارائك، عم بيأيدوا مواقفك. اليوم امورك جيده لتستفيد من حظوظك، ما بعرف اذا لقاءات او طلب عم تطلبه وعم ينفذ او قصه ممكن تعمل لك سعاده، بس غالبا في متغيرات حواليك ايجابيه. مولود برج الحوت اليوم انت تدرك عدم جدوى الشجارات، لذلك تلجأ للحوار، واليوم انا بعتبره يوم جيد، عندك 3-4 ايام يعتبروا للتعامل مع الجميع بمختلف انتماءاتهم، للطف، للمساعده، لقصص ممكن تكون ماليه، لتقوم بدون فعال بحياتك العاطفيه، لتزداد شعبيتك يمكن. مولود اليوم مولود 20، كل عام وانتم بخير. صفاء، عذوبة، مولود مغرم بالجمال، محب دائما تعطوه محبة، حنية، دائما يهوى السفر، يهوى حضور الحفلات، سماع الموسيقى، بيعرف يخلق توازن بين أحلامه وبين واقعه اللي هو عم بيعيشه، وهذا أفضل طبعا بالنسبة له لأنه دائما ضروري بالنسبة له التوازن. البيت عنده المملكة الأحلى عموما، محب لبيته ومنه نقطة انطلاق. مولود محب البناء، يحتاج دائما لمن يفهمه وينقصه فن التعبير عموما. مولود قادر على النجاح إلا إذا استمر بحبه للكسل، هو عنده محبة الكسل، بس إذا لقى من هيك يحسه ويكون عم يشتغل بقصة هو بيحبها أكيد لأ ما عنده كسل، خاصة أنه القصص اللي بيحبها كتير إلها علاقة بالفن، مختلف أنواع الفنون. طبعا شهر للتعارف لوضع النقاط على الحروف، غالبا داخل بيتك، داخل فرحه او في قصص هيك العلاقه بطاقه بحماس، بدخول كمان المريخ لبرجك، ربما تغير عملك، مؤسسه جديده، سفر، يعني امور ماليه ايجابيه، انا بعتبرها سنه كثير مهمه بالنسبه لك وغالبا فيها تغييرات. رسائلكم اكيد على 18-45 من أي موبايل داخل سوريا. ريم عم تسألني مع محمود. ريم علاقة جيدة بالمجمل، وإذا وعد فهو صادق. أنا مشكلتي دائماً مع الحمل يا ريم إنه اللي بيقولوه اليوم ما هو اللي بيعملوه، هو بيقولوه بهدف المبالغة بس لأنه بحب. هلأ هو بعد شوي شو بيصير الله العالم، بس إذا عم نحكي على الحظوظ فوالله هي مساعدة هذا العام خاصة فترات الصيف، فالله يقدم لك فيه الخير. هند بنت سعاد، يسعد اوقاتك يا هند. الصيف كمان بالنسبة لك هو الأفضل يا هند. هلا أنا بشوف الثالث والرابع مانك كثير مرتاحة، مانن سيئين بس لا يعتبروا أشهر للتغيير أو للراحة. الخامس بقى وما بعد بتبلش حظك مساعد. ديما بنت رجاء، سنة حظك يا ديما، سنة جيدة جدا 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 لتغيير محيطك العائلي على الغالب أو تغيير مكان سكنك، وغالباً هي سنة العلاقة بارتباط.
أنا هذا رأيي على كلين، الله يقدم في الخير. بنت غيدة راما، بنت غيدة يسعد أوقاتك يا راما، أحد العوامل أفضل حظاً لغيدة، بكرة بعد بكرة عيد ميلادها. طبعاً من عيد ميلادك لتبلش الأمور سعيدة، يعني أنا بشوف لسه للشهر القادم 5/3 لتبلش سنتك بشكل جدي. طبعاً الأمور جيدة جداً بين الثالث وبين الثامن، أنا بظن في عندك خطوة مهمة ممكن بارك لك فيها يا راما، طبعاً إذا أراد رب العالمين. فاطمة النور يسعد أوقاتك يا فاطمة، سنة بتاخذ العقل، بس هي اللي بتاخذ العقل لسه ما شفتي منها شيء ابدا، يعني الشهرين هدول اللي مرقوا مانن لإلك الصراحه، وما رح تبلش سنتك قبل بدايه الثالث. لهلا كل شيء حواليك عكس عكاس، الامور ما كثير مريحه، بس لا فاطمه والله عندك حظوظ مساعده جدا. هلا انا بشوف الحظوظ المساعده عم تكون بالسته اشهر الاخيره بالسنه، بس هالشهرين اللي جايين ممكن يكونوا لبدايه جديده. محمد كردي يسعد اوقاتك يا محمد. محمد ما بعرف اذا انت عندك نوايا لتغيير بيت، عقار، سفر، ارتباط، بس في تغيير بمحيطك العائلي. ما اظنك يا محمد كردي حتختم السنه بنفس الطريقه اللي انت بلشت فيها. تمام، فينا ناخذ مسج مدام؟ رح ناخذ لوجين بنت ايمان 21/7/89 عم تقول ليلة الـ 22 الساعة 11:30 بالليل، فمحتارة فات برج جديد لا ما فات برج جديد. 21/7/89 لا لساتها سرطان. عن كل شيء لساتها سرطان طبعا، برجك سرطان يا لوجين، وطبعا 89 وبرج الحية الصيني، فهو انت دبل سرطان، حتى يعني السرطان واضح بالنسبة لك. هلا ممكن تكوني عصبية شوي، بس لا برجك سرطان، وهذا بخليني اقول لك انه الشهرين المضوا ما كانوا السنة بالنسبة لك أبدا مناسبة. لسه لتبلش السنة ابتداء بالثالث. هلأ عندك ثالث، رابع، ثامن، تاسع، هدول الأشهر اللي غالبا فيها تغييرات ممكن بارك لك فيها. عندك سنة بتاخد العقل يا لوجين، حلوة كتير. غسان ابن عيدة، هلأ الوضع المالي، أنا برأيي وضعك المالي جيد يا غسان، ما له سيء أبدا يا حبيبي، بس المشكلة إنه أنت إيدك مبخوشة، بتقبض من هون بتكب من هون، يعني وعلى أشياء الصراحة مو لازمة، يعني مانك حدا، بس أنا بشوف أمورك العملية والمالية جيدة هذا العام، مانا سيئة روحي، مو هذا الشهر، الشهر الجاي، مو الشهر الجاي اللي بعده، خاصة الصيف رح يكون الأفضل بالنسبة لك. سنة كتير مهمة وكتير فيها تغييرات بالنسبة لك وإيجابية. يجعل أيامكم سعيدة وتضلوا دائما بخير. ضلي بخير دائما يا مدام. شكرا كثير لك. شكرا كثير لك.